ده احنا في اليونت كام؟ 1 الجرامر بتاعه اللي هو ادفايس، ادفايس اللي هو الايه؟ تقديم الايه؟ النصيحة. طب لما اقدم النصيحة قال لي في صيغة، ببدأ الجملة بايه؟ اسمه ايه هنا؟ سبجكت اللي هو الايه؟ الفاعل. وفاكرين السبجكت ده ممكن يكون ايه؟ يكون ضمير زي ايه؟ اي ها وهي وشي، وممكن يكون ناون، احمد منى علي، ممكن يكون اي حاجه، يكون ناون او اسم او فيرب اي ان جي او اسم اشاره. يعني ممكن ابدا الجمله بزيس وذات، فهمنا؟ طيب بعد السبجكت بجيب كلمه ايه؟ شود، ولازم انفينيتيف يعني فعل فين. بس اسالكم سؤال، يعني ايه فعل في المصدر؟ يعني ايه بدون اضافات؟ يعني ايوه بدون اس او اي اس او اي ان جي او اي اي دي. انتوا ماشيين معايا كده اكننا بنراجع كده. طيب بس دي في حاله الايه؟ لما تكون الجمله مثبته يبقى بجيب سبجكت وشود وانفينيتيف. امال في حاله النفي احنا قلنا الصيغه دي اسمها ايه؟ افعل. والثانيه دي ايه؟ سبجكت شودن وانفينيتيف اللي هي ايه؟ لا تفعل. يبقى اعمل نصيحه ايجابيه ونصيحه ايه؟ سلبيه. وبرده هنا انفينيتيف، هنا انفينيتيف. طب في حاله السؤال، لو انا بسال سؤال يبقى بجيب شد في بدايه الجمله، يعني بدل ما ابدا الجمله بسبجكت ببدا بايه؟ وبعدين السبجكت يجي بعد ايه؟ وبعدين يجي بعدهم انفينيتيف، زي ما هنشوف في الامثله دلوقتي. ولو في اداه استفهام وات وين وير بجيب بعدها كلمه ايه؟ شد، وبعدين سبجكت الفاء، وبعدين انفينيتيف. طب ما نشوف الحاجات دي كده. شد بمعنى يجب ايه؟ يجب ان. طب شودنت يجب الا، يعني يجب ان افعل ويجب الا ايه؟ افعل. طيب لما اقول ايه؟ يو، ها مين يقرا الجمله دي؟ ها يو شود جو نو، لا نو ولا ناو على مهلك. ايوه اذا بس جس ان جوز ان ذا 10 مينيت. الا بقول لك هنا انت، هي قالت ايه؟ يو شود جو. انا عندي كلمه ايه؟ السبجكت يو فين؟ ادي السبجكت اهو، صح كده؟ وبعدين في يجي بعدها كلمه ايه؟ شود. وبعدين جه بعدها فعل في المصدر انفينيتيف اللي هو ايه؟ جو. هل في هنا اس او اي اس او اي دي او لا؟ مصدر هو انفينيتيف. وبعدين ناو الان. انت لازم تروح يو شود جو، انت لازم تمشي دلوقتي. طب ليه؟ قال له ذا باص جوز ان 10 مينيتس. تخيلي في اتوبيس المدرسه، اتوبيس الرحله هيمشي بعد 10 ايه؟ دقايق. يبقى انا بنصحك بيه بقى، ان ادفايس نصيحه، يو شود جو. فهمنا يعني ايه؟ طيب شوفوا المثال الثاني، تورستس. تورستس اللي هي الايه؟ السياحه. شود يجب ايه؟ ان وير سان كريم وين اتس فيري هوت، ان هم يحطوا ايه الكريم امتى؟ لو كانت فيري هوت، لو فيري هوت يبقى جبنا شود وانفينيتيف شود يعني افعل. طيب نشوف حاجه ثانيه، يو شودنت لا تفعل. واتش تو ماتش تلفزيون. خلي بالنا هو قال لي هنا تو ماتش، يعني ما تتفرجش اكتر من اللي نتفرج على التلفزيون بس، مش التمثيليه خلصت طب نشوف الفيديو المسلسل، خلص المسلسل طب نشوف حته فيلم، طب ده في ماتش كور، لا. يبقى عشان كده بقول لي ايه بقى؟ يو شودنت واتش تو ماتش، شوف التلفزيون بس مش اكتر من الايه؟ هو بينصحني ولا لا؟ نصيحه بس بألا افعل. انتوا فاهميني ازاي؟ طيب انتوا ماشيين معايا ولا لا؟ الكلام ده ايه؟ طب سهل. طب ايه؟ شود اي جو فيش. هنا شود بمعنى ايه بقى الشاطر؟ هي جت على الاداء ايه؟ في اول الجمله شود، مش شود كل الافعال المساعده، عارفين الافعال المساعده هو ام واز وار وكان وكود وشال وشد، لو جت في اول الجمله تبقى اداه استفهام بمعنى ايه؟ ها؟ هل. لما يقول لي شود اي جو، ما هي جبنا شود بجيب بعدها الفاعل، فين شود؟ شود اهي، وبعدين الفاعل اي جو، يبقى بمعنى هل، ولازم هنجد في الاخر علامه ايه؟ شود اي جو فيشنج ويز ماي ماذر. هل انا بسالك، هو انا لازم اروح او بتنصحني ان انا اروح اصطاد مع امي؟ ها اي جو فيشنج ويز ماي، حد فهم؟ يبقى شود هنا جت اداه استفهام بمعنى ايه؟ يبقى يجي بعدها السبجكت وبعدين الانفينيتيف. طيب الإجابة بقى yes you should، أو ممكن أقول إيه؟ no you shouldn't. يعني أنا بسألك should I go fishing with my mother؟ أروح أصطاد مع أمي الصيد؟ ممكن أقول لك yes you should، يجب أن، بنصحك بالروح. ممكن أقول لك إيه؟ no you إيه؟ إذا الإجابة بيس، يبقى بعدها you should. مختصرة
او نو يو ايه بقى يبقى نو دايما تيجي معاها ايه شودن. طيب واحد يقول لي يا مستر الاسئله هنشوف دلوقتي الاسئله وازاي نجاوب عليها نكمل كده مع بعض وات شود الا ما احنا قلنا في كم صيغه دول سبجكت وشود سبجكت وشودن في شود وبعدين سبجكت في بقى اداه استفهام بقى ايه اللي هي وات وين هنا بقول ايه وات وبعدين يجي بعدها ايه اهي شود وبعدين السبجكت اهو اي وبعدين الفينيتيف دو What should I do if I have a headache? هنا أعمل إيه؟ أنا بطلب النصيحة من واحد. بقول له What, ها? What should I do? ماذا أفعل؟ If I إيه? I do if I headache. لو أنا عندي صداع. كلمة headache هنا لو عندي إيه؟ تعمل إيه؟ شوف بقى الإجابة هنقوله إيه بقى؟ You should go to the doctor. لك إيه؟ تذهب إلى الإيه الدكتور؟ أو ممكن you should take medicine ميديس تاخد دواء يعني زي اي نوع من انواع المسكنات ها يبقى عرفنا الاجابه بقى هنا ايه شود وفعل فين احنا اتكلمنا على ايه دلوقتي سبجكت بعدها شود انفينيتيف سبجكت شودنت انفينيتيف لو سؤال بمعنى ايه هل سبجكت وبعدين انفينيتيف لو في دبليو اتش كويشن يعني سؤال شود وضحت ودي امثله وعرفنا شد يجب ان يعني افعل وشودنت يعني لا ايه تفعل طيب بصوا بقى معايا لو بدي ادي ايه نصيحه يعني بنلخص الكلام ده بنقول ايه جيفينج ادفايس ها يبقى يو ايه يو شود اسمها يو ايه طيب لو هنا بقى لا تفعل يو ايه يو شودنت طيب لما اقول ايه تو ريست شود وير سان كريم يبقى دي هنا معناها ايه افعل يعني يجب ايه ان طيب ولما اقول when it is very ايه hot احنا قلناها بس انا بركز على المعلومه بايه اكتر من وسيله طيب لو قلت هنا ايه you shouldn't watch too much tv نفس الامثله خلاصه الكلام should بعدها infinitive افعل shouldn't لا ايه تفعل لاحظ بقى استخدام بقى الحته دي حاجه جديده لسه ما خدتوهاش معايا اللي هي بدل من ايه ممكن يجيب لي شود يقول لي استخدم كلمه ايه advice. اسمها ايه advice. او ادفايزابل يعني يقول لي استخدم ايه ادفايز او ادفايزابل او العكس يجيب لي ادفايس ويقول لي استخدم شود او يجيب لي ادفايزابل ويقول لي استخدم ايه شود طب ازاي الكلام ده يتم بصوا بقى معايا اول واحده هنا بجيب سبجكت فاكرينها ويجي بعدها ايه وبعديها المصدر اللي هو الايه انفينيتيف طيب نقول ايه ها سبجكت شودنت انفينيتيف ما هو ده اللي احنا واخدينه وعارفينه طيب بصوا بقى امتى استخدم ادفايس لها قانون سبجكت 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 هنا شود او شودنت لا هنا ايه بقى بس هنا بيجي بعدها فيرب ايه انفينيتيف لا بعد ادفايس بنجيب شخص اسم شخص احمد عمر يو هم انتوا فاهميني وبعدين تو لو كان مكان شود او نطو لو مكان شودنت طب لو قال لي استخدم ادفايزابل لها طريقه هنقول ايه سبجكت وفيرب تو بي بي يعني ايه ام ما اكتبش بي ات از او هي از او اي ام يعني ام او از او ايه واجيب ايه ادفايزابل مش تو بقى فور شخص وبعدين تو او فور شخص نوت ايه تو يا مستر عايزين مثال يوضح ما هو المثال بايه مثال I advise you to study hard هو جاب الصيغه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه لا الثالث سبجكت اللي هي ايه هنا اي امشوا معايا ها وبعدين جاب بعدها ايه ادفايس وبعدين شخص اللي هو ايه يو وبعدين تو ومصدر هارد هو بيقول لي استخدم كلمه ايه شود قال لي بقى شود يبقى اجيب السبجكت وشود وبعدها مصدر على طول ها مين يقولها بقى ها هقول لا هقول ايه بقى هقول I advise you to study hard ها لما اجي اجاوب بقول ايه بقى شوفي لا برافو عليك انا بنصحك وبقول ايه بقى ها you should study شوف ما انا بقول لك I advise you انا بنصحك تذاكري بجد يبقى ايه بقى استخدم should يبقى you should study هنا جبنا I advise شخص و to must اما هنا جبنا الفاعل السبجكت وشود وايه حد فهم؟ طب لو هنا الجملة دي قال لي استخدم advisable اللي هي دي يبقى لازم استخدم صيغة subject و verb to be نقول بقى it is advisable for you يعني من الأفضل معناها كده من الأفضل أن بس جبنا إيه؟ subject و verb to be is
advisable وبعدين كلمة ايه for وادي الشخص to study hard. اذا لو جاب لي should اقدر اجيب مكانها advice، لو جاب لي advice اجيب advisable. دي عاملة زي الرياضة قوانين، كل قانون يحل لي الجملة. انتوا فاهمين ولا لسه؟ طيب في ايه كمان؟ طب هنا you shouldn't stay up late. انا بقول لك you shouldn't stay up late، ما تقعدش لغايه ما تتاخر، لو انت خرجت ما تتاخريش. يعني هو بقول لي استخدم كلمه ايه؟ advice. هو هنا بدا بايه؟ you اي لا انا اللي بنصحك بقى، هقول ايه بقى؟ الاول اي ونجيب بعدها ايه؟ وبعدين ايه؟ الشخص وبعدين تو ولا not to. ليه؟ لان دي shouldn't. يلا مليونها هنقول ايه بقى؟ I advise you not to. لا لا ليه يا مستر جبنا not to؟ عشان دي ايه؟ shouldn't. طب هنا بقول لك استخدمي advisable، ها نجيب ايه بقى؟ subject مش بمزاجنا، واجيب ام يلا ها it is advise for you not to. طب ليه جبنا not to؟ عشان هنا في كلمه. عرفنا هنا التعامل مع should او advice او advisable ولا فيها مشكله؟ يجيبها لي يمين يجيبها لي شمال، هي كلها كلام ايه؟ واحد. طيب بصوا معايا كده اهوت حته جديده برضو، قال لي خد المعلومه دي ان كلمه شد بتساوي هاد ايه؟ بيتر بتساوي او تو. ها كلمه ايه؟ شد بتساوي هي بيتر ايكوال، بتساوي يعني ايكوال. ها هاد هاد بيتر او تو. الجي اتش سايلنت كلهم بمعنى ايه؟ يجب ان يجب ايه ان، وكلهم لازم يجي بعدهم انفينيتيف فعل فين؟ طب برضو هنستفيد بيها ايه؟ ها لما اقول يو شودنت make noisy in the class بقول لك اهو لا تفعل لو سمحت ما تعمليش ضوضاء فين؟ في الفصل. هو هنا معلش shouldn't او should hand. طيب بقول هنا ايه بقى؟ ها if I were you خلي بالنا I wouldn't ask. ممكن يجيب لي جمله زي دي كده وقول لي use if I were you. فاكرين if I were you يعني ايه؟ لو انا مكانك هقول ايه بقى؟ I wouldn't. وينفع اقول shouldn't؟ اه ينفع يا مستر. يعني الافضل اقول if I were you بقول I wouldn't make noisy، او ممكن اقول I shouldn't make noisy. وكان ممكن يقول لي if I were you وقول لي استخدم كلمه ايه؟ shouldn't. يبقى you shouldn't make. جابها لي مين؟ جبتها له شمال. جابها لي شمال ام عارفين الكراسي يجيب الكرسي مين؟ يبقى انا اروح شمال. جاب لي الكرسي شمال اروح له انا ايه؟ طيب نجيبها بطريقه تفهم. عرفنا if I were you لو انا ايه؟ مكانك. طيب بص بقى الحته الجميله دي، في حاجة اسمها it is important أو it is good idea أو it is desirable أو it is advisable أو it is essential. كل دول بيساوي كلمة should. كلمة is important يعني إنه هام أو should. لو قلت it is good idea يعني فكرة جميلة معناها برضو should. لو قلت it is desirable desirable مرغوب فيه او مطلوب برضه هي should. لو قلت it is advisable هي should. لو قلت it is essential اساسي هي should. حد فهم حاجه؟ طب كويس. قول بصي ما لناش دعوه، انا عايز اديك اكسبريشن كده. لو شفت كلمه it is important اكنك بتقولي should، يبقى يجي بعدها فعل. في هنشوف الامثله دلوقتي. لو قال لك it is good idea يعني مش كلهم جملة واحدة، ده it is important أو it is good idea أو it is desirable أو كلهم بيساوي إيه؟ يا مستر جيب مثال يوضح أحسن. هنشوف. طيب إيه رأيكم كده؟ it is important ها شوفوا for her to clean her teeth. هو هنا بيقول لي استخدم كلمة should أو كلمة إيه؟ قال لا بس افهموا هاد ما بتجيش مع أدام should وimportant، يبقى في حاجه اسمها هاد بيتر مش هاد لايه لوحديها. هو بيقول لي استخدم كلمه شود او هاد. طب احنا قلنا ايه؟ it is important دي بتساوي كلمه ايه؟ طب ما نشوفها كده اهي. she should wash her teeth، يجب انها ايه؟ تغسل اسنانها. هنا it is important for her يبقى اقول she. طب لو قال لي it is important for you يبقى ابدا الجمله بيو should. طب لو قال لي it is important for him ابدا الجمله بهي. حد بصوا يعني هنا for her يبقى ابدا بشي، for him ابدا بهي، طب for them لهم يبقى ابدا بزي، واجيب should واجيب فعل في المصدر واحذف ايه؟ it و is و important. طب بصوا كده she نفس الجمله had better. قال لا
ليه يا مستر؟ عشان احنا قلنا should بتساوي had better، وممكن اقول نفس الجملة she had better، ممكن اقول she ought to، واجيب بعدها فعل فين؟ في المعاني. طب it is important not to smoke. ايه الفرق بين دي وبين دي؟ ان it is important بس بعدها مثبت، اما دي not ايه، هو بقول استخدم ايه should، ها يبقى you shouldn't smoke. طيب بقول لي rewrite the following sentences، يعني عيد كتابة الجملة، الجمل بسيطة وبشوية هدوء. هنا بقول لي you ها او تو اسمها ايه؟ أوتو. خلي بالنا الجي اتش ايه سايلنت، وطب اوتو دي معناها ايه؟ يجب ان بتساوي كلمة ايه؟ مش احنا قلنا في ثلاث كلمات بيساوي بعض، فاكرينهم ولا نسيتوهم؟ should اوتو وهاد بيتر. طيب هو بقول لي استخدم كلمة ايه؟ يبقى المشكلة فين بقى؟ اوتو. هقولي بقى هلا هي لا ليه اي ها؟ هقول يو شود بس ما فيش تو، يو شود ستادي ايه بس، خلصت ما غيرش، غير الضمير ليه؟ انا بقول لك يجب، ما هي يو اوتو ستادي هارد، يجب ان، يبقى يو شود ستادي بس ما فيش تو، هنا يو اوتو ستادي هي يو شود ستادي هارد، خلصت ها. طب الجملة الثانية he didn't arrive early. He didn't. Didn't يعني ايه؟ ما وصلش بدري. هو بقول لي استخدم ايه؟ shouldn't. مين يقولها؟ ها؟ هو بالراحة. He didn't. اولا shouldn't لازم يجي بعدها فعل فين؟ يبقى اكيد بنحذف ايه؟ didn't. ويبقى shouldn't دي هيجي بعدها ايه؟ arrive. بس السؤال هنا يا ترى هنقول he shouldn't arrive early ولا اقول ايه بقى؟ ولا you ولا I ولا ايه هنا؟ ها؟ هنقول ايه بقى؟ بصوا كده هوت، لا يبقى زي ما هي he shouldn't arrive early، لان هو بقول لك he didn't ما فيهاش حاجه هي وشي وخلاص، ما هي انا بقول لك هو ما وصلش بدري، يبقى he shouldn't arrive early يعني، تمام ازاي؟ طيب you should work to a plan. plan يعني خطه. ها if I were you، مع لو انا مكانك هقول ايه بقى؟ if I you should work to a plan، يجب ان، يبقى if I were you هقول ايه بقى؟ ها قول ها، لا ها if I were you اقول ايه بقى؟ I ولا you ولا ايه؟ if I were you I would او I work، يبقى بجيب would زائد المصدر او should. اقول تاني بس هنا غيرنا الايه، هنا يو بتبقى هنا اي، لان اف اي ور يو اي، لو انا مكانك يبقى انا اللي هعمل مش انت. طيب اي ثينك يو شود فيزيت ذس ميوزيوم، ها بقول لي استخدم كلمه ريكومند، ريكومند بمعنى يوصي. اي ثينك يو شود فيزيت، ها خلي بالنا هنقول ايه بقى في الحاله ديت؟ ها اي ريكومندد فيزيتنج. خلي بالنا من حاجة، الفرق هي دي قاعدة بس يمكن انتم ما شرحتهاش معاكم، اختصار should بيجي بعدها verb ايه؟ infinitive، بيجي بعدها verb ايه؟ infinitive. اما recommend بتساوي should بس بيجي بعدها verb ing. اقول تاني، كلمة recommend بيجي بعدها verb اي ايه؟ وبتساوي should زائد الايه؟ اتفهمت خلاص؟ اذا لو قال لي استخدم recommend ولا تزعل، بس should وحط recommend بس بدل visit visiting، play playing، read reading، وصلت؟ واشيل I think، يبقى اقول ايه بقى؟ I think you should، يبقى I recommend visiting. Hotels are more expensive than youth hostel، فاكرين دي more؟ ها هنقول ايه بقى؟ youth hostel هتبقى ايه بقى؟ youth hostel is more cheaper than، لان هو عايز مور تفضل زي ما هي، يبقى هضطر اقول ايه بقى؟ is more cheaper than. خلاص بس هو طلب مور زي ما هي، ما يبقى انا هغير كلمه expensive غالي تبقى ارخص. طب my advice is to take a taxi، نصيحتي تاخدي واحد متاخر، فبقول له انا بنصحك نصيحتي تاخدي تاكسي، يبقى اقول له ايه بقى؟ شود ها، ما انك my advice انا هنصحك، يبقى اقول ايه؟ ها يو ايه؟ لا هتبقى هنا يو، يبقى يو شود تيك ا تاكسي. فهمنا تغيير الضمير؟ ما بصوا ماي ادفايس انا بنصح انك تاخدي ايه؟ تاكسي، يبقى اقول ايه بقى؟ يو شود تيك ايه؟ ذا كار از نوت اكسبنسيف، هو بقول لي استخدم كلمه شيب او كلمه انكسبنسيف يعني رخيص، ها ذا كار از نوت
يبقى هنقول ايه؟ ها ذكار سهله شيب، لا شيب على طول، او ذكار انكسبنسيف يعني بشيل كلمه، قصديات مش قاعده، دي تعتبر على الكلمات، انتوا فاهمين ازاي؟ طيب هي وركس ويز تورستس، هو مين اللي بيشتغل مع التورستس؟ هو بيقول لي استخدم تورست جايد اللي هو المرشد الايه، يبقى نقول ايه بقى؟ ها هي وركس ويز، يبقى نقول ايه؟ تورست، لا هي وركس از ا تورست جايد، يبقى ايه بقى؟ ها هي، ها بص معايا، هو هي وركس ويز ا تورست، واحد بيشتغل مع السياح يبقى هو بيشتغل كايه؟ طب واحد بيسوق عربيه يبقى هو بيشتغل كايه؟ سواق. ها واحد بيروح المدرسه يبقى هو بيشتغل ايه؟ كطالب. طب واحد بيشرح في الفصل يبقى هو بيشتغل كايه؟ فهمنا الفكره؟ فهي بيقول لي هنا ايه؟ ها هي وركس ويز تورست، يبقى هي وركس از ا تورست جاي، هي وركس از ا تيشر لو مدرس، هي وركس از ا ستودنت لو طالب، فهمنا؟ طيب اسوان از نوت نير، اسوان مش قريبه، بقول لي استخدم كلمه ايه؟ فارقه، هنقول ايه؟ ها اسوان از فار، بس هشيل كلمه نوت نير، بصوا اسوان مش قريبه يبقى اسوان ايه؟ انت مش طويله يبقى ايه؟ انت مش قصيره يبقى ايه؟ انتوا فاهمين ازاي؟ فهو لما يقول لي نوت نير خلاص احذفها احط فار بعيد. طب لو قال لي اسوان از فار يبقى معناها اسوان از نوت ايه؟ نير. هوليداي ميكرز، الشاطر بقى يحل لي دي. هوليداي ميكرز لايك تو فيزيت ايجيبت، هو ايه هوليداي ميكرز دي؟ لا هوليداي اجازه، ميكرز هو مش صانع الاجازه، اللي عايزين يستمتعوا بالاجازه او كده اللي هم مين؟ لا يبقى هنا ايه بقى؟ هوليداي ميكرز لايك بيحبوا يزوروا ايه؟ هو بيقول لي ابدا بتورستس السياح، يبقى تورستس ايه بقى؟ لايك تو فيزيت ايجيبت، بشيل هوليداي ميكرز واحط، يبقى دي مش قاعده، ده دي على الكلمات، في كلمات ممكن تحل محل كلمات اخرى، زي هوليداي ميكرز تبقى تورستس، فار يبقى نوت ايه؟ نير، تورست جايد اللي هي ورك از، فهمنا؟ انكسبنسيف اللي هي ايه؟ عكس اكسبنسيف او شيب رخيص.